بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الكنيسه بفرحتها يعني بالصوم الكبير بتقعد ايه تستعد له كتير وتقعد تاهلنا ليه كتير. عارفين بدايه من امتى؟ من امتى؟ من صوم ايه؟ من صوم يونان، صح؟ يعني كان الكنيسه صوم يونان ده بتستخدمه كانه جرس كده انذار تقول لنا بيه الصوم الكبير قرب والصوم هيبتدي. عايز اسالكم سؤال الاول، فيكم حد يعني مثلا بيدرس هندسه او بيشتغل في مجال الهندسه او اي حد بيتعامل مع التكنولوجيا، يعني دايما لما بنقابل في اي جهاز شغالين بيه مثلا كمبيوتر او غيره نقابل عطل او يحصل مشكله، دايما اول حل نفكر فيه او اول حاجه نلجا لها هي ايه؟ ها بالظبط كده، اشكرك، يقول لك اعمل ايه؟ اعمل ريست هيشتغل معاك، صح؟ وغالبا فعلا الواحد لما بيعمل ريسيت ايه اللي بيحصل؟ بيشتغل في اغلب الاحيان طبعا الا لو في مشكله كبيره. ففعلا الريسيت ده تحس ان هو حاجه يعني ايه سحريه، حل كده يطلع يعني ايه او يحل المشكله على طول. اكتر من دوت كمان في حاجه اهم بقى واكتر ديت اللي عايزين نتكلم عنها شويه، في حاجه اسمها ايه؟ فاكتوري ريسيت، صح؟ يعني ضبط الايه او رجاع الى اعدادات الايه المصنع. سمعتوا اكيد الكلمه دي كتير، لما بالذات جهاز معين يبقى مثلا عمال بقى يهنج كتير، عمال يعمل مشاكل كتير، عمال يخش في مشاكل كتير، يعملوا له الموضوع دوت فتلاقيه يرجعوا كده للايه لاعدادات المصنع، لحاله المصنع كانه لسه طالع دلوقتي ايه من المصنع. ايه علاقه دوت باللي احنا بنتكلم عليه النهارده او باللي احنا عايشينه الفتره دي في الكنيسه؟ الصوم حقيقه، الصوم الكبير بالذات، مش بس اي صوم، الصوم الكبير بالذات هو ايه؟ هو حاله او كاننا بنعمل بالظبط ايه فاكتوري ريسيت، بنرجع الى اعدادات الايه المصنع. يمكن خدتم بالكم في الفيديو الجميل اللي اتعرض من شويه، يعني قالوا الحته دي لو حد فيكم خد باله ايه هي، هقراها لكم كده سريعا من سفر التكوين، هم قالوها في الفيديو يعني، بس حابب اقرا كم ايه من سفر التكوين في اصحاح رقم 2. هقرا كم ايه سريعا من ايه 7، يقول: وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيا. وبعدين هقرا ايه على طول، ايه رقم 15: واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. حافظين كلنا الجزء دوت وعارفين، لكن نلاقي في الجزء دوت كده نقطتين مهمين قوي. إنه بداية خلقة ربنا لآدم، البداية خالص، وضعه في جنة عدن وقال له حاجتين. أولا قال له من جميع شجر الجنة إيه؟ تأكل أكلا، يعني يأكل أكل إيه؟ نباتي صيامي، صح؟ إمتى تسمح للإنسان يا شباب إنه يأكل أكل حيواني؟ عارفين إمتى؟ بعد الطوفان، بعد نوح. لكن قبل كده زي ما بقول تاني، حالة المصنع، الحالة اللي خرج بيها آدم كان بيعمل إيه؟ كان صايم. مش بس كان ياكل اكل نباتي، لكن كمان كان عنده جزئيه تانية في الصوم، ان ربنا حدد له قال له من جميع شجر الجنه تاكل اكلا، اما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها. يعني كان في جزء كده يصوم عنه، يمتنع عنه، يبتعد عنه. طب لما كان ادم بهذا الشكل، حد يقدر يوصف لي حاله ادم كان عايش ازاي؟ او في نقطتين، عاوز نقطتين بالظبط. لما كان صايم، لما كان بحالة المصنع، خلينا نقول كان عامل ايه؟ كان حالته عاملة ازاي؟ خليني اسهلها شوية، عايز اسأل عن علاقته مع ربنا عاملة ازاي؟ وعلاقته بنفسه عاملة ازاي؟ في نقطتين. علاقته مع ربنا كانت عاملة ازاي؟ كانت كويسة ولا متوترة؟ ده كانت كويسة جدا جدا، صح؟ كان ايه اللي بيحصل لآدم؟ كان يسمع صوت الرب الإله ماشي في جنة عدن، كان يعمل ايه؟ يقعد يتكلم معاه ويقعد يدردش معاه ويقعد يحكي معاه. كلنا عارفين انه لما اكل من الشجره، صح؟ او لما سمع صوت ربنا جاي قال له سمعت صوتك
فخشيت. أول مرة تحصل. لكن قبل كده كان في علاقة قريبة جدا مع ربنا، كانوا أصحاب، كانوا بيقعدوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض، ده نمرة واحد. طب علاقته بنفسه أو حالته بنفسه، أقدر أقول كده كان آدم صاحب سلطان. اتقالت على فكرة الكلمة دي في سفر التكوين، مش جايبها من عندي، حتى ربنا قال له تتسلطون على كل إيه؟ على كل المخلوقات. فكان آدم وقت ما ربنا خلقه بالحالة اللي احنا بنقول عليها هي إيه؟ كان في حالة جميلة جدا مع ربنا، ممتعة، وكان صاحب إيه؟ صاحب سلطان. وطبعا كلنا عارفين إن النقطتين دول بعد الخطية وقعوا، حصل فيهم مشكلة. عشان كده بتيجي الكنيسة تقول لنا يلا نصوم. يعني إيه يلا نصوم؟ يعني زي ما بقول لكم من شوية، يلا ندوس على الزرار بتاع إيه؟ فاكتوري ريست، يلا نرجع تاني للحالة قبل السقوط. عشان كده الآباء يقولوا أن الصوم هو العودة إلى الحياة الفردوسية، نرجع نعيش مع ربنا كأننا كنا عايشين فين؟ بس مش في الفردوس الأرضي، مش في جنة عدن. أرى لكم كده قول سريع قاله القديس باسيليوس، قول جميل قوي، يقول لقد نفينا من الفردوس الأرضي لأننا لم نصم، فيجب أن نصوم لنرجع إلى الفردوس السمائي، لأن الصوم يرد إلينا الخسائر المسببة عن عدم صوم آدم ويصالحنا مع الله. يرد إلينا الخسائر المسببة عن إيه؟ عن عدم الصوم بتاع آدم. عشان كده بقول تاني يا شباب إن الكنيسة لما بتقول لنا يلا نصوم الصوم الكبير، فهي دعوة جميلة جدا، إنها عايزة تقول لنا إحنا محتاجين إن إحنا نرجع لحالة المصنع، محتاجين إن إحنا نرجع للصورة الجميلة اللي خلقنا ربنا عليها، اللي كلكم عارفينها وحافظينها، إن ربنا لما جه يخلق آدم خلقه قال كده نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، وما تقلتش كلمة دي عن أي مخلوق آخر. ولما خلقه يقول في الآخر خلقة الإنسان، يقول ورأى الله وإذ هو حسن جدا، وبرضو الكلمة دي ما تقلتش إلا على الإنسان. علشان كده الصورة دي الكنيسة تقول لنا يلا نصوم، يلا نصوم عشان نرجع ناخد الفوائد اللي آدم خسرها، اللي هم باختصار حددناهم في نقطتين: العلاقة القريبة جدا 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 مع ربنا، زائد الايه؟ السلطان. اللي كلنا بنحس قد ايه ان احنا يعني دايما نشتكي من الحتة دي. لو جينا نفكر دايما مثلا اعترافاتنا تنحصر في ايه؟ ان انا مش عارف اضبط عينيا، انا مش عارف اضبط فكري، انا مش عارف اضبط نفسي، بغضب، بتعصب، بعمل، صح؟ اللي هو زي ما بقول لكم معناه فقد السلطان، فقد السيطرة على النفس. عشان كده اول نقطة عاوز اقولها انه لازم عايزين نبقى متأكدين ان الصوم هو احتياج شخصي لينا. تفرق دي تفرق جدا. ليه؟ لان في فرق كبير جدا بين حاجة نحس انها مفروضة علينا وحاجة نحس ان احنا ايه؟ محتاجينها. لانه دايما الحاجة اللي تتفرض عليا تبقى ايه؟ تقيلة، صعبة، بعملها حتى لو عملتها بعملها وانا متململ يعني. لكن لو حاجة عارف ان انا محتاجها هبقى ايه؟ انا اللي شغوف عليها، انا اللي بجري وراها. مش كده؟ دي اول نقطة نفسي تفهموها، ان الصوم ما هواش فرض من الكنيسة، ان الصوم ما هواش حاجة لابد نعملها ابدا، لكن الصوم هو احتياج شخصي ليا كنيسة بتقدمولي عشان استفيد بيه، عشان اتمتع بيه، عشان ارجع زي ما كنت بقول لكم للحالة الاولى اللي ربنا خلقني عليها، وارجع تاني افرح بالبركتين الحلوين اللي كانوا عند آدم وخسرهم. العلاقة الحلوة مع الله القريبة جدا زائد السلطان. فدي أول نقطة نتكلم باختصار في ثلاث نقط. يعني دي أول نقطة، أن الصوم احتياج عشان أرجع للحياة الفردوسية، الصورة الجميلة اللي ربنا خلقنا عليها. عشان كده بما أن الصوم احتياج، فالكنيسة بتعمل لنا حاجتين. أول حاجة بتقدم لي رسالة، بتقدم لنا رسالة. إيه هي الرسالة دي؟ عايزة تقول لنا أنك مقبول جداً، وأنه يوجد رجاء،
وزي ما انتم عارفين تقعد الكنيسة تقدم لنا طول الصوم الكبير أمثلة صعبة، أمثلة وقعت في خطية، أمثلة وصلت لدرجات صعبة في الخطية. وزي ما انتم عارفين أكيد إن احنا بنقعد نشوف كده أمثلة عمالة تزيد. يعني مثلا الابن الضال، بس ده في الآخر رجع إيه؟ رجع لوحده صح؟ بعد الابن الضال نلاقي السامرية اللي راح لها المسيح زي ما انتم عارفين، وفضل ماشي مشوار مخصوص عشانها، واللي كان لها 5 أزواج. وبعدين بعد السامرية المخلع اللي بقاله 38 سنة، وبعد المخلع المولود أعمى. ده مش 38 سنة، ده منذ إيه؟ ولادته أعمى. وبعد دوت في مين؟ في لعازر صح؟ اللي دخل القبر ووصل إنه تقال عليه إنه إيه؟ قد أنتن. أرجوكم خلي بالكم من الكلمة دي، أو خلينا نقارن ما بين حالة لعازر اللي وصل لها وما بين الإنسان اللي ربنا خلقه. عشان كده كان صعب جدا على ربنا يسوع لما يسمع عن الإنسان اللي خلقه وتقال عليه أنه حسن جدا أن يقولوا له يا سيد قد أنت، يقولوا أنه بكى يسوع. بكى طبعا لأنه بيحبه زي ما الإنجيل قال، لكن كمان قديس أغسطينوس قال بالأكثر أنه بكى على حال الإنسان اللي وصل للدرجة دي. بس كنت بقول أن الكنيسة عايزة توصل لنا رسالة خلال الصوم الكبير، إنك مقبول مهما كانت حالتك ومهما كان وضعك، وعايز تقول أنه يوجد رجاء، في رجاء. زي ما بقول لك حتى لو كنت زي الابن الضال اللي رجع بعد شوية لوحده، السامرية اللي احتاجت المسيح يروح لها، المخلع اللي بقاله 38 سنة قاعد مرمي مكانه مش بيتغير في حاجة، المولود أعمى اللي منذ ولادته، أو لعازر اللي يوصل إنه تقال له قد إيه؟ قد أنت. فيخرجه ويقول لها يا مرثا إن آمنتي ترين إيه؟ مجد الله. كانوا الكنيسة بتقول لنا لكل واحد فينا الرسالة دي، لو أمنت هتشوف مجد ربنا في حياتك. يعني إيه؟ يعني حتى لو أنت عارف إنك واصل لدرجة صعبة جدا، آمن فقط، آمن إن ربنا يقدر إنه إيه؟ يعطيك حياة ويعطيك قيامة، فتشوف مجد ربنا إيه؟ في حياتك، تبقى فرحان. عشان كده احنا قلنا الصوم احتياج. نقطة تانية ان الكنيسة بتقدم لنا رسالة. طب عايزانا نعمل ايه؟ عايزانا بس نقول احنا مصدقين ونطلب من ربنا القوة دي واحنا في بداية الصيام. كلكم عارفين قصة شمشون وحياة شمشون، فاكرين كان ازاي في الاول قوي وكان نذير الرب وكان في حياة جميلة مع ربنا، ولما فقد نذره وفقد حياته المقدسة واتذل. فاكرين قبل ما يموت عمل ايه؟ كلكم فاكرين لما عمل ايه؟ حط ايده على العمودين بتوع المعبد وايه وقع. لكن قبلها طلب طلبة لو تفتكروا، فاكرين طلب ايه؟ قال له يا رب، طلب طلبة جميلة قوي، قال له يا رب شددني هذه المرة لكي انتقم لعيني. طلب من ربنا، قال له اعمل ايه؟ شددني يا رب المرة دي. اصل ممكن ناس شباب كتير يقولوا ما احنا صلنا كتير، ما احنا جربنا كتير وما وصلناش لحاجه. بيقول لك لا، الكنيسه بتقول لك رساله انه في ايه؟ في رجاء كبير. طب اطلب بس من ربنا وقول له يا رب شددني هذه المره، شددني في الصوم الكبير ده. وقال زي ما بقول لكم شمشون الكلمه دي، قال له لانتقم لعيني. يعني ايه لانتقم لعيني؟ انتوا عارفين انه شمشون لما زلوه لما حلقوا له شعر راسه عملوا ايه في عينيه؟ فقعولوا عينيه عشان يذلوه وعشان يخلوه دايما بقى يعني ايه يطحن كده مكان البهيمه، اسف يعني. فتذل جدا، فقال له يا رب انا عايز ارجع بصيرتي. يعني ايه؟ يعني عايز ارجع علاقتي معاك، ابقى شايفك ابقى عارفك. فقال له من فضلك يا رب شددني هذه المره بس، واديني فرصه ان انا انتقم من عدو الخير اللي ذللني، اللي كسرني، اللي حطيتني كأني مكان الحيوانات، اللي أفقدني بصيرتي، اللي خلاني مش عارف أشوف. شددني يا رب. وداب ربنا الأول، مش كده بقولك إن الكنيسة بتقدم لك رسالة خلال الصوم الكبير من أسابيعها ومن قراياتها، إنه يوجد رجاء لي حتى لو كنت وصلت لحالة لعازر الذي قد أنت. فالكنيسة بتقدم لنا رسالة، لكن مش بس رسالة، تقدم لنا رسالة وتقدم لنا معاها أوبن بوفيه.
الصوم الكبير ده صدقوني عباره عن ايه؟ عن اوبن بوفيه كبير جدا. بس عاوز الواحد يعمل ايه؟ استمتع بقى وياخد. ليه بقى بقول انه الصوم الكبير اوبن بوفيه حلو قوي؟ لان هتلاقي الكنيسه تعمل لنا فيه كده تشكيله جميله جدا. تعمل لنا فيه صوم انقطاعي متاخر. تعمل لنا فيه الصوم نفسه طبعا. تعمل لنا فيه مطانيات كتيره. تعمل لنا فيه قرايات كتيره، تزود الكنيسه القرايات عن القداسات العاديه زي ما انتم عارفين في باكر يبقى فيه نبوات مثلا. فتزود لنا القرايات، تزود مطانيات، تزود صوم، تزود صوم انقطاعي، تخلينا نصلي بنغمه تساعد قوي الانسان انه ايه؟ يتذلل شويتين كده ويراجع نفسه. فالكنيسه عماله تقدم لنا كده زي ما بقول لك اوبن بوفيه كبير، والشاطر بقى اللي ياخد. وعايز اقول لكم حاجه، ان كنا يعني طول السنه بنلقط في واحد بيعيش على الايه؟ على التلقيط، صح؟ على الجانك فود، يقعد ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا، اي حاجه بيمشي بيها يومه. ارجوكم لو الواحد كان طول السنه بيلقط، فالمفروض انه في الصوم الكبير يعمل ايه؟ يقعد على السفره. يعني ما ينفعش كان في الصوم الكبير القط، مش هطلع بحاجه. الموضوع الجميل اللي انتوا اخترتوا له اسمه النهارده اسمه ذوقوا وايه؟ وانظروا. فالواحد محتاج يعمل ايه؟ يدوق، اسف مش يزلط. محتاج يدوق، يستطعم، يجرب زي ما بقول تاني الاوبن بوفيه اللي موجود. وكل حد فينا هيلاقي نفسه عجبته حاجه فعاوز يزود منها السنه دي. عاوز يدي لنفسه فرصه فيها، مطانيات مثلا، او قرايات، او اداديس متاخره، او زي ما بقول لكم الحان والنغمه بتاعتها الحلوه اللي تاهل اول واحد وتساعده انه يدخل الى نفسه ويراجع نفسه ويتوب ويقدر يتغير. فدي تاني نقطه، ان الكنيسه بتقدم لي رساله ان انا مقبول ويوجد رجاء، وبتقدم لي اوبن بوفيه كبير. بس الواحد محتاج انه ايه؟ يبقى فاهم دوت وهو داخل، ويبقى عارف تاني. باكد على اول نقطه ان انا محتاج، فانا مش داخل اعمل حاجه مفروض عليا، انا محتاج. والكنيسه بتقول لي اهو الدواء، اهو اللي هيساعدك، اهو من فضلك خد منه، وما تستسهلش بانك زي ما بقول تلقط سريعا. يعني تخيلوا لو واحد تعبان وراح للدكتور وكتب له روشتة، قعد يعمل ايه؟ ياخد مره الدواء ويفوت له يومين ثلاثه، وياخد نوع والتاني يقول له اصل لقيته بصراحه طعمه ما عجبنيش فسبته. او مثلا اخذ الدواء مش حسب ما الدكتور بيقول له. يعني انتوا عارفين اكيد ان في ادويه مثلا يقول لك لازم تاخدها قبل الاكل، مش عارف بنص ساعه ولا بساعه، لو خدتها بعد الاكل تبقى كانها ملهاش لازمه، ملهاش مفعول. فما مشيش على ده ويرجع بعد كده يقول الدكتور اصل انا ما اعرفش ما خفتش ليه. ما هو انت ما خدتش الدواء صح. مش كده بقول لكم يا شباب احنا داخلين على موسم جميل جدا. الكنيسه بتقول لي يلا نرجع لحالتنا الاولى. يلا نرجع لعلاقتنا الحلوه مع ربنا، ونرجع نبقى اصحاب سلطان. يبقى الواحد عنده سلطان وقادر يقول للخطيه لا. قادر يقول لا انا مش هعمل كذا. انا مش هتفرج على كذا، انا مش هاخد كذا، وهكذا بقى. يبقى الواحد صاحب سلطان. عشان كده بقول لك احنا قدام اوبن بوفيه كبير قوي. دوق من فضلك من كل الاصناف. والصنف اللي تلاقيه كده ساعدك شويه كمل فيه، وحاول تركز عليه السنه دي، واطلب من ربنا الطلبه الجميله دي وقول له يا رب شددني هذه المره. نفسي يا رب يبقى الصوم السنه دي فعلا صوم مختلف، صوم رجعت فعلا من خلاله بيه للحياه الفردوسيه وللحياه الاولى. مش كده قلت اول حاجه احتياج، نمرة اتنين الرسالة بتاعت الكنيسة اللي بتعملها لنا إن إحنا في رجاء لينا، وإن إحنا مقبولين جدا مهما كانت حالتنا، ومدعوين لوليمة كبيرة ناخد منها على قد ما نقدر. النقطة الثالثة دورنا. دورنا عايز أختصره كده في ثلاث يعني نقط سريعة. أول نقطة دوري مع نفسي خلال الصوم أعمل إيه؟ دوري مع نفسي خلال الصوم إنه أتوب. يعني ايه اتوب؟ يعني اقعد مع نفسي وراجع نفسي. كلكم عارفين مفتاح توبه الابن الضال انه عمل ايه؟ رجع الى نفسه. تعرفين ابونا بشوي كامل كان يحب يسميه ايه؟ كان بيحب يسميه الابن الشاطر.
كانش يقول عليه الابن الضال، يقول ده اسمه الابن الشاطر عشان عمل ايه؟ عشان رجع. فقال كده لما رجع الى نفسه، افتكروا كده لما رجع الى نفسه قال ايه؟ ايه الحاجه اللي وقف عندها او ايه الحاجه اللي رجعته؟ ان قال ايه؟ كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا. يعني يعني ده الاجير في بيت ابويا بياكل وبيشبع وايه ويتفضل عنه، وانا قاعد جعان اسف يعني برمرم من الزباله، لانه زي ما قلت لكم في اوبن بوفيه مفتوح، يلا تعالى وكل منه وخد منه واشبع منه وشوف هيرجعك ازاي. مش كده بقول لك توب، ارجع الى نفسك وقدم توبه وحاسب نفسك بجد وخد خطوه اعتراف. يعني ما يميز قوي الصوم الكبير ان الواحد يرجع لنفسه ويتوب بجد ويزق نفسه على الاعتراف، ان كان مره او مرتين خلال فتره الصوم يبقى بركه، عشان الواحد يبقى عارف هو عاوز يغير ايه في نفسه او عاوز يتوب ازاي وعاوز يرجع ازاي للصوره الاولانيه اللي اتخلق عليها. فدي اول حاجه، ان الواحد مع نفسه محتاج توبه، محتاج رجوع لربنا، محتاج ان الواحد يشوف ايه الاخطاء اللي عنده ويحاول يجاهد فيها. طبعا ده ممكن يكون موضوع لوحده، بس عايز اقول فيه كومنت واحد بس. بصوا يا شباب، ممكن الواحد يبقى عنده خطايا معينه مغلوب منها وواقع فيها كتير ومش عارف يبطل، وخليني اقول اكتر مش عايز يبطل لانه حاسس انه مستمتع بيها. ممكن فيش مانع ان يبقى عندي كده، بس بقول لنفسي ان ده غلط وبحاول فيه، لكن ارجوك ما تحاولش تحط لها مبرر، ما تحاولش تحط لها حاجه كده ايه تغطيها تجملها، ما تقولش اصل كل الناس تعمل كده، او زي ما انتم عارفين دلوقتي ان العالم بقى شاطر قوي في انه يعمل ايه، يدي للخطيه اسم يخليها مش خطيه، صح؟ يعني يقول لك اصل ده احتياج او ده حريه شخصيه، ايا كان انتوا فاهمين. فاقصد اقول انه حتى لو انا واقع في خطيه ولسه مش عارف ابطلها، او زي ما بقول مش عايز ابطلها، بس ارجوك قول لنفسك ان ده غلط واطلب من ربنا، قول له يا رب انا مش عارف ابطل، او قول له انا حابب الخطيه دي ومش قادر ابطلها ومش عايز ابطلها، من فضلك خليني اكرهها او ابعد عنها. لكن بقول بس اوعى تحط لها ايه؟ مبرر. اوعى تحط لها كده غطا، لان دوت هيخلينا ما نتوبش، بل بالعكس هيخلينا نخدر ضميرنا ونزيد فيها اكتر واكتر، وبتكون النتيجه زي ما انتم كلكم عارفين انه ما بيقفش الانسان عند الخطيه دي، لان قال ربنا يسوع للمراه السامريه كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. يعني ايه اللي بيحصل؟ كلنا جربنا اعتقد لو خطيه وتمديت فيها بتجيب ايه؟ اللي وراها واللي وراها واللي وراها، والواحد يلاقي نفسه اتكلبش، اتكتف، اتربط، بقى مش قادر انه يسيطر على نفسه. مش كده بقول لكم الواحد يرجع لنفسه، يقدم توبه، يغير نفسه ويطلب من ربنا. احكي لكم يعني قصه جميله في الانجيل او معجزه جميله عملها ربنا يسوع على النقطه دي، فكركم بيها. فاكرين الراجل اللي كان فيه لاجئون اللي هو بيسموه مجنون كوره الجديريين، صح؟ فاكرين شكله كان عامل ازاي؟ اما جه الانجيل يوصفه كان بيعمل ايه؟ كان بيجرح نفسه بالحجاره، صح؟ ويقول انه ما كانش حد من الناس قادر ان هو ايه؟ يذلله، كان كل ما يربطوه حتى بسلاسل يعمل ايه؟ يعني ده ايه؟ واحد فاقد السلطان وفاقد السيطره باي شكل، لدرجه انه كمان بيعمل ايه؟ بيجرح نفسه، بيضر نفسه. صدقوني دي حاله الانسان اللي سايب نفسه كده لعدو الخير وماشي بالشكل ده. لكن الجميل في الراجل ده انه اترمى قدام المسيح بحالته كده زي ما هو. ايه اللي حصل؟ ربنا يسوع خرج منه الشياطين اللي كانت فيه. الانجيل جه يوصفه بعدها، بعد المعجزه ديت، فاكرين قال عنه ايه؟ قال ان جم الناس يشوفوه، قال الانجيل كده وجدوه جالسا ولابسا وعاقلا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه رجع له تاني سلطانه لنفسه، ولما ما بقاش قادر يتوب ومش قادر يغير نفسه راح رمى نفسه قدام المسيح. بقول لكم ده اللي احنا عاوزينه، ان احنا نراجع نفسنا، ولو في خطايا اروح اقول له قدامه انا مش قادر، انا مش عارف، انا مش عايز، من فضلك ساعدني، من فضلك قويني. فده دورنا في الصيام مع نفسنا،
مراجعة النفس، محاسبة النفس بأمانة، وطلب ربنا أن يساعدنا، والاعتراف ده مع النفس. تاني حاجة مع الناس، مع الناس نحتاج إلى أن يكون عندنا نوع من الرحمة. كلكم عارفين المرض الجميل اللي نقعد نقوله طول الصوم الكبير، توبة للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. مع الآخر نحتاج لرحمة، وأعتقد لو ناخدها مبدئيا من الناحية المادية، كلنا عارفين وشايفين الأمور واصلة لإيه يعني، والدنيا واصلة لإيه، والتعويم من اللي عمال يزيد، ومش عارف كل يقول لك بكرة كمان البنزين هيغلى، فيعني إيه الوضع صعب. فمحتاج إيه؟ محتاج إن إحنا نرحم بعض. أنا بصوم، وده كان هدف من أهداف الكنيسة، إن أنا بصوم وبقتطع جزء من أكلي مش عشان أحوش، لكن عشان أعمل إيه؟ أدي لحد محتاج، أدي لحد عاوز يأكل، أو أدي لحد مش لاقي يأكل. فين يا شباب لما نقعد دلوقتي في هذه الأيام بالذات، واحد يقعد يحوش أكل ويحوش هدوم، تعرفين لدرجة إنها توصل إنها إيه؟ تفسد وتبوظ. بيحصل دوت صح؟ واحد يرمي أكل بايظ أو هدوم مش عارف تبوظ من كتر ركنتها. الإنجيل يقول بالذات في رسالة بطرس، يقول إزاي إنه ده يبقى شاهد علينا، صدقها شاهد عليكم، ونحن نسيب حاجات لغاية لما تصدي وتترمي. طب ما في غيرك إيه؟ محتاجها، ما تديها له ويستفيد بيها، بدل ما تتساب لغاية لما تبوظ. محتاجين قوي يا شباب يبقى عندنا الرحمة دي، إحساس بالآخر، خروج عن الذات. حتى الإنجيل في إصحاح شهير قوي ونفسي إن أنتوا تقروه، أشعياء 58، ده إصحاح شهير بتاع الصوم، ياريت تقروه بجد، إصحاح جميل جدا. يقول كده إيه الصوم المقبول؟ ربنا قال من ضمن الحاجات، قال له أن تكسر للجائع خبزا، تديله، تطلع. زي ما قلت لكم بقى عندنا نوع من أنواع الرحمة، نحس ببعض ونحس بالآخر. لازم نشترك بالجزء اللي نقدر عليه حتى لو كان ما هواش جزء كبير. فمع النفس نحتاج توبة ومراجعة نفس واعتراف، مع الآخر نحتاج إلى رحمة. فكركم بيعقوب أبو يوسف، فاكرين لما كانوا أخواته مش موجودين، ربنا أسف يعقوب قال ليوسف كلمة جميلة قوي، قال له اذهب اعمل ايه؟ انظر سلامة اخواتك. يعني روح اطمن على اخواتك وادي لهم اكل. محتاجين نعمل كده. حس ان ربنا في الصوم بالذات بيأكد علينا الحته دي، يقول لي اذهب انظر سلامة اخواتك، شوف الناس اللي حواليك محتاجين، من فضلك اطمن ان هم في سلام، اديهم احتياجهم او اديهم جزء من احتياجهم يساعدهم. صدقوني لو عملنا الحاجات دي نحس بجد بالصيام. مع نفسك توبة، مع الآخر رحمة. النقطة الثالثة مع الله، نحتاج إلى عمق. مع الله نحتاج إلى عمق. صدقوني بتبقى مشكلتنا كتير، ومع الزحمة والدوشة اللي احنا بقينا كلنا عايشين فيها، مشكلتنا السطحية. مش كده كنت بقول لكم من شوية، ممكن واحد يكون بيقعد يومه كله بيلقط مثلا، بس حلو ان يبقى على الأقل في اليوم في قعدة واجبة. فإن كان السنة باللقط، أرجوكم في الصوم الكبير ما نبقاش إيه؟ ما نبقاش باللقط، نبقى بندوق عشان نستمتع، عشان نفرح بربنا. إحنا عندنا مشكلة كبيرة إن إحنا مش عارفين نتمتع بربنا، ونشتكي من الصلاة ونشتكي من الإنجيل أحياناً، مش إحنا مش بندوق، مش إحنا ماشيين من إيه؟ من على الوش باللقط، من على السطح، مش عارفين ناخد حاجة. فبقول إنه في الصيام في دعوة للدخول إلى العمق، حد يدوق بجد. صلاة أرجوكم يبقى عندنا وقفة صلاة هاتية شوية، يعني ينفع شوية بس يغلبنا الذي بس، ولا ما أقصدش صدقوني من جهة الكمية، بس قصدي من جهة الإيه؟ الاستمتاع. إن شاء الله تكون بتصلي يعني أبانا الذي ومزمورين يعني بس التركيز وبدخول العمق فرحين جدا. بس طبعا كل واحد حسب قانونه مع باعترافه، لكن بقول خلينا بلاش نكون بنقف نكر الصلاة بعدين نبقى خلصنا، نرى الإنجيل كره بعدين نبقى خلصنا خلص. محتاجين ندخل إلى العمق، صلي بعمق شوية، أدي فرصة للصلاة الارتجالي، تكلم مع ربنا أكتر شوية، أحكي له عن كل اللي جوايا. زي ما كنت بقول لكم عن آدم إنه كان مع ربنا وعمال بيحكي معاه كده كتير، يعني نعمل دوت نحكي الإنجيل حتى لو ما خدتش كمية كبيرة، بس أخد باراجراف أقرأ شوية بالراحة، مرتين ثلاثة
لغايه لما افهمه، اخد لي ايه اكتب عليها تامل، حاول اعيش بيها، حاول ادرب نفسي عليها اليوم ده، زي ما يعقوب الرسول يقول لنا كونوا عاملين بالكلمه لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. احيانا كتير بنخدع نفسنا، انا صليت، انا قريت، انا حضرت القداس وكملت اكون جاي على الاخر ولا حتى على الانجيل. يا شباب احنا مدعوين بجد ان احنا ايه نستمتع بربنا ونفرح بيه وندوبه. ولو كنا مش عارفين نعمل ده خلال السنه، خلونا خلال الصوم الكبير نركز. خلينا كمان واحنا داخلين للعمق المعطلات نشيلها، يعني الموبايل، الميديا، الحاجات دي كلها محتاجين نقللها شويتين. مش بقول نسيبها خالص، يعني مهمه وبنحتاجها، لكن يا ريت نقلل اللي ملوش لازمه عشان ادي نفسي وقت اعرف اقعد واشبع واتملي وادوق. لاني لما ادوق هفرح، ولما ادوق هثبت في المسيح واخد اكتر. في ايه جميله تتقال في سفر يشوع بن سيراخ يقولها ربنا، يقول من ياكلني ياتي الي جائعا، ومن يشربني ياتي الي ظمآنا. في يعني مش يعني ربنا ما بيشبعش، لا، لكن من كتر حلاوته وجماله ابقى ايه عايز اكتر ومش عايز اسيبه. من ياكلني ياتي الي جائعا، يعني باكل شويه جاي لي عاوز اكتر، عاوز تاني، لانه ده حاجه جميله مفرحه مشبعه مطمئنه. محتاجين دوت جدا كلنا، فنحتاج جدا ان احنا ندخل الى العمق. يا ريتنا يكون بندي نفسنا فرصه مثلا نص ساعه في اليوم ادخل اوضتي واقفل على نفسي، اصلي صلاه هاديه واقرا قرايه انجيل بهدوء، ويا سلام لو يبقى في جزء كتاب روحي اقرا فيه. زي ما بقول لكم انا مش عايز كميات كبيره، بس عايز عندنا الهدف دخولنا الى العمق. لانه في نقطه مهمه بحس بجد انه الانسان المسيحي جهاده ما هوش جهاد عشان يبطل خطيه كذا وكذا وكذا وكذا، مش ده جهاد الانسان المسيحي بصراحه. امال جهاد الانسان المسيحي ايه؟ انه يكون حاسس او شاعر انه في حضره الله دايما، لانه لما هحس بده هلاقي الخطيه ايه تبعد. بس عارفين بتبقى كتير مشكلتنا ايه، ان انا اقول عايز ابطل خطيه كذا وكذا واركز فعلا وبطل شويه، بس تلاقوا انه بعد شويه ايه اللي يحصل؟ مش بس برجع، ده انا برجع ايه اكتر من الاول. ليه؟ عشان انا مش بعتش. وكل ما الواحد جعان النفس وللنفس الجائعه كل مر حلو، هرجع لها تاني وارجع لها اكتر من الاول. فبقول لكم تاني، جهدنا كاولاد الله مش احنا نبطل خطيه، دي الف به. يعني في انما يشبهوها كده زمان على خط الاعداد اللي فيه جزء بالماينس بالسالب وبعدين الزيرو وبعدين الجزء الايجابي. لما الواحد يقول انا بطلت خطيه بجي من الجزء السالب ده لغايه فين؟ لغايه الصفر، وقف. يا سلام، ويفكر كده ان هو ايه اكمل كل بر يعني وعمل اللي عليه. لا، ربنا مش خالقنا عشان نبطل خطيه، ربنا عايزنا نستمتع بيه ونكون عايشين بالفضيله. مش كده بقول لكم مش هنعرف نعمل ده الا لما ندخل الى العمق، يعني ندي نفسنا فرصه ندوق نستمتع نستطعم شويه. فلاقي نفسي في حاجات عجبتني اخد اكتر واطلب اكتر واشبع اكتر واتمتع اكتر. فلاقي نفسي فعلا الصوم دوت استمتعت بيه فرحت بيه. مش كده دي ثالث نقطه، انه انا دوري بقى اعمل ايه بعد ما قلنا ان الصوم احتياج وان الكنيسه بتقدم لنا رساله ان احنا مقبولين ويوجد رجاء وتدينا الاوبن بوفيه اللي حكينا عليه دوت. يتفضل دوري مع نفسي توبه ومراجعه نفس واعتراف، مع الاخر مع الناس رحمه، احساس بالاخر من ناحيه ماديه ومن ناحيه معنويه، ان لو حد انا عارف انه تعبان متضايق مكسور اصلحه اطبطب عليه اقول له كلمه حلوه. مع الله الدخول الى العمق، ندي نفسنا على الاقل نص ساعه كده في اليوم بتاعت ربنا على الاقل نشبع بيه ونقعد معاه ونفرح بيه وناخد منه فنستمتع فعلا بيه. وفرصه ان احنا نقلل شويه المعطلات بالذات الموبايل والميديا والحاجات ديت علشان نستمتع وندوق ربنا وتبقى بداية حلوة أقدر بعد الصيام أكمل فيها. مش يجي الصيام يخلص نرجع تاني للإيه؟ اللي كنا فيه، تبقى خسارة كبيرة يعني. لكن أكمل على اللي أنا دقته واللي أنا فرحت بيه واللي ربنا إداهولي. عشان كده إحنا عندنا الدعوة دي من الكنيسة، ذوقوا وانظروا، تعالوا بقى اتمتعوا.
تعالوا ارجعوا للحياة أو للحالة الأولى بتاعة الإنسان. أفكركم بآية أخيرة قالها سليمان الحكيم في سفر الجامعة: أذكر خالقك في أيام شبابك. صوم في أيام الشباب أجمل حاجة. الواحد ممكن عشان ما بقاش قادر يصوم، لكن دلوقتي مدعوين إحنا نستمتع بالصوم، بلاش نكسل أو نفوت جزء من الصوم. نشكر الله يعني ربنا يديكم الصحة كلكم زي الفل، نصوم ونفرح بالمسيح ونفرح، مش بس نقف عند الأكل، بالعكس ده تبقى بداية إن إحنا إيه ننطلق ونفرح مع ربنا ونتمتع بيه بجد وندوقه ونقول له يا رب يا ده أنا يعني كان بقالي كتير يعني كنت وحشني، كنت بعيد عنك، كنت ناسي. الدين استمتع بيك تبقى بداية حلوة، والواحد يكمل مع ربنا يدوق ويفرح ويستمتع دايما. لربنا المجد دائما أبديا. أيوة.